السلام عليكم، أيامكم سعيدة وكل عام وأنتم بألف خير. محاضرتنا اليوم راح نحكي عن local anesthesia for the child and adolescents. أتمنى تكون يعني من أشرح تكون محاضرة يمكم حتى نبدي نشرح سوية. local anesthesia طبعا important بالكلينيكس، خصوصا بالنسبة للبيدياتريك دنتستري والأطفال. صح، هو من ضمن أهم الأمور اللي ممكن الطفل يخاف من عدها، ممكن يكون عنده فوبيا من عدها وما يقبل يجي للكلينيك، إنه هو يخاف من الإنجكشن injections from local anesthesia. ممكن يعني قسم يسأل أنه يعني ممكن أشتغل للطفل مثلا دا أشوفه كوبراتيف وكذا، خلي أشتغل له بدون أنستيزيا. المشكلة هنا شنو؟ أنه أنا مرات من أبدي أشتغل بدون أنستيزيا، ممكن بعدين الطفل رح أخسره، يعني يتحول من كوبراتيف بيشنت رح يتحول إلى أن كوبراتيف بيشنت مجرد إحساسه بالألم، وبالتالي البيشنت اني راح بعد يكون يعني تبقى عنده فوبيا من الموضوع، راح يصير عنده فوبيا من الموضوع بعد ما يقبل يقعد على الشير مره ثانيه. زين، اللوكال انستيزيا انديكيتد وين؟ وين اني استعمل هاللوكال انستيزيا؟ استخدمها بالاوبراتيف ورك، سواء كان يعني بكافيتي بريبريشنز، سواء كان عندي بالبرايمري او بالبيرمننت تيث. النقطه الثانيه استخدمها ممكن يعني كان بريفنت الديسكومفورت، من اني اريد اجي مثلا اشكل رابر دام او مثلا اسوي لايجيتنج للتيث او كاتنج تو ستراكشر. زين، ممكن نستخدمها. النقطة الثالثة عندي من سواء كان عندي youngest child أقدر أستخدم له لو لا، ممكن نستخدم له. مرات يجي الطفل عنده neonate teeth أو عنده natal teeth، اللي هي natal اللي هو مباشر يعني هو يجي للدنيا وهو عنده أسنان، هذه ممكن تكون mobile teeth وكذا. هل أنه يعني هذا newborn baby يعني ممكن أستخدم اللي هي local anesthesia وممكن نسوي له extraction، ف استخدمها لكافة الأعمار حتى لو كان newborn baby. نجي هسه نحكي عن topical anesthesia. topical anesthesia هي اللي أخليها applied topically زين على mucous membrane، فاللي هي applied oral mucous membrane. شون أخليها؟ أخليها with cotton وtaped with أو مثلاً cotton رول، المهم، وأخلي بيها الماتيريالز أوف توبيكال أنستيزيا. ممكن أني أستخدم أبليكيتر يعني بالموضوع، فهذه نستعملها حتى minimize the discomfort associated with the insertions of needle before ما يعني قبل ما أستخدم الانجكشنز. ممكن أني أستخدم التوبيكال أنستيزيا على مود نقلل البين مع الانجكشن، لكن بها تو ديس ادفانتج. الديس ادفانتج الاولى انه هي تكون ديس اجريبل تيست، يعني طعمها ما مقبول بالنسبه للطفل، والديس ادفانتج هاي الاولى. والثانيه انه راح تضيف لي فد اديشنال تايم، أي صراحة ما أحب أستعملها. طبعا هي this is up to you، وقسم من البارين ثم يطلبوها يعني خلي لا، بس إنه ليش مثلا ما أحب أستعملها يعني إنه العفو تأخذ من عندي وقت بين ما أقنع أني وأخليها، وبعدين راح يصير patients عنده apprehensions. زين، راح يضيف لي apprehension إضافي للpatients بين ما أني أخليها قنعة وأجيب الأبليكيتر الكوتن أبليكيتر وأخلي بها هذه التوبيكال أنستيزيا وأخليها على السوفت ممبرين، بعدين أنتظر شوية وبعدين راح أجي أخلي يعني نطيل إنجكشنز. زين، فهذا يأخذ تايم، ممكن خلال هالوقت الطفل بالعكس يتوتر أكثر. زين، هذه topical anesthesia agents effective on surface tissue، طبعا على التشو تشتغل هي على mucous membrane. الدث مالتها وين لوين يوصل؟ يوصل 2 الى 3 مليمتر. زين، للأورال، من الأورال الميوكوزا. اوكي، موجودة بعدة اشكال، ممكن نشوفها بشكل جل، ممكن نشوفها بشكل ليكويد. اوكي، مرات سبراي يكون موجود، باتش قطعة تتخلى، اوينتمنت،
فهي موجودة بعدة أشكال. ف the agent used as topical anesthesia are. هسه راح نجي نحكي على ال ingredients, ال agents, ال effective ingredients اللي المسؤول عن topical anesthesia. هو ينقسم لي عندي ست أنواع. أول نوع اللي هو البنزوكاين. أوكي البنزوكاين، وعندنا البيوتاكاين سلفيتس، والكوكاكاين، الدايكلونين اند ليدوكاين اند تتراكاين. فهو موجود يكون عندي هذا منه، هذا التوبيكال اللي استخدمه على السوفت تيشو، موجود عندي بست انواع. البنزوكاين التراكيز الموجوده به هو عندي 20%، يعني يوصل الى 20%، يعني ممكن يكون اقل من عنده. It is best suited in dentistry. ليش هذا هو من أفضل الأنواع؟ لأنه rapid onsets. هذا البنزوكاين topical anesthesia، البنزوكاين ال active ingredient هو البنزوكاين. rapid onsets يعني شنو rapid onset؟ يعني يبدي بسرعة. الأونسيت أقصد بها أنه شو وقت رح يبدي يشتغل، فهو يبدي يشتغل بسرعة and longer duration of action، ويطول عندي فترة طويلة من الوقت. يعني it is not known to produce systemic toxicity. ما معلوم أنه يعني ما موجود لحد الآن أنه يسوي لي systemic toxicity هذا البنزوكاين. النوع الثاني اللي حاكينا عليه هو الليدوكاين، present as a solutions or ointments. هذا as topical anesthesia إذا نحكي. أوكي موجود as solution، موجود ointments، تركيز 5%، والسبري يوصل تركيزه 10%. أوكي فإذا موجودة topical anesthesia بست أنواع. نجي للmethods of topical anesthesia applications. أول شيء sites of applications، المكان اللي أنا أريد أنطي بيه الانجكشن، أنظفه أوكي وأسوي له dryness لهذا المكان by gauze، وبعدين نخلي small amounts من هذا الagents بمختلف أنواعه، سواء كان يعني solutions، سواء كان مثلا ointment or gel. أخليه على الكوتن، the use of a cotton swab. زين والtopical anesthesia produced in about، الوقت مالتها يعني الonsets. بالنسبة للبنزوكاين احنا قلنا هو rapid action، البنزوكاين اسرع واحد بيهم، rapid onset and longer durations of time. فالبنزوكاين هو يكون بثلاثين ثانية 30 seconds، وعندنا التتراكاين ياخذ دقيقة 60 ثانية، والليدوكاين ياخذ وقت اطول. عادة موجود المتوفر اكثر هو الليدوكاين، الليدوكاين ياخذ 3 إلى 5 دقائق. اوكي خلصنا هسه التوبيكال انستيزيا، نحكي عن اللوكال انستيزيا. اللوكال انستيزيا can be defined as loss of sensation. اوكي اذا هو شنو كبروسيجر، شنو هي البروسيجر؟ شلون اقدر اعرف اللوكال انستيزيا as a procedure؟ هي loss of sensations. اوكي انه فقدان الاحساس بمنطقه معينه من الجسم. وين ما انا راح انطي اللوكال انستيزيا راح ينفقد الاحساس بهذه المنطقه من الجسم. ليش نتيجه او شلون نتيجه الى depressions of excitement، راح يصير عند depression بالexcitements in the nerve endings. اذا تتذكرون من ما يعني ماخذين اكيد انتم بالفيزيولوجي، النيرف يكون مغطى مثل مايلين شيث، واكو بيناتهم يعني مناطق تكون ما بيها مايلين شيث، فيصير كوندكشن وانتقال يكون للبين او اللي عايز مال بين يكون عن هذه عن طريق هاي المناطق اللي تكون نون ماينيتد، فيصير بي كوندكشنز. فهو اما انه يصير ديبريشنز بالاكسايتمنتس بالنيرف اندينجز، بحيث يعني اللوكال انستيزيا تحيط داير مداير النيرف اندينج، بحيث من يصير عندي الاستيميوليشنز ما راح يحس بي، ما راح النيرف اندينج اوكي يعني ما راح يحس بالبين او بالعفوا بال
يعني محل الألم. أوكي، أو قد يكون inhibitions للconduction process. والconduction process هذه ذكرتها أنه شلون راح ينتقل ال pain، الإعاز مال pain شلون ينتقل وشلون يطفر زين المناطق اللي تكون non-myelinated. فبهالحالة أما أنه يفقد يعني يصير بي depressions excitements at the nerve endings أو يصير inhibitions للconduction process of pain. طبعا local anesthetics هسه حشيناها local anesthesia procedures. local anesthetics are drugs. anesthetics يعني هي materials، إذا هي drugs that produce anesthesia in the regions where it is applied or introduced. هسه راح نحكي انه as a drug materials. for requirements of local anesthetic شنو requirements مال هذه materials اللي تسوي لي الانستيزيا؟ اول شيء لازم تكون بها potency، تكون effective potency sufficient to give complete anesthesia، تكون الكفاءة مالتها كافية انه تعطيني complete anesthesia بحيث اقدر اني اخلص البروسيجرز مالتي. Number two should be relatively free from producing allergic reactions. ما بيها ما تسوي لي allergy. أول شيء تكون potent. والنقطة الثانية ما تسوي لي allergy. النقطة الثالثة يكون stable. should be stable. هاي الماتيريالز الأنستيتكس لازم تكون stable in solutions and readily undergo bio transformations in the body. يعني stable in solutions هي تكون stable ما يصير بها تغيرات أثناء وجودها بالكاربول زين، وبنفس الوقت من نطيها نسويها injection داخل البدي تكون readily undergo bio transformations، يعني بحيث ممكن بعد فترة ممكن يتخلص من عدها الجسم. number 3 it should be sterile. لازم تكون معقمة. materials تكون sterile. هذه requirement. سعندنا نحكي عن requirement. أول شيء لازم تكون potent. لازم تكون effective يعني. بعدين ما تسوي لي allergy. بعدين تكون stable and undergo bio transformations in the body. stable in solutions and undergo bio transformations in the body. ولازم تكون sterile. وإذا ما كانت sterile ممكن أني أعقمها by heat. ومن أعقمها by heat وتكون without يعني ما يصير عليها أي deteriorations، ما يصير عليها أي تغييرات. أوكي. It should have low degree of local toxicity. local toxicity ما لازم تكون بالنسبة للocal toxicity low degree. ما بيها ذاك يعني التوكسيسيتي اللوكاليزيشنز يعني لوكال توكسيسيتي تكون ما تأثر لي هواية لوكال. وعندي الساتس زين يقول low degree of systemic toxicity. إذا توكسيس تكون not toxic بنقطتين اللوكال والسيستميك. اللوكال أيضا راح أقسمها نقطتين. أول شيء ما تكون unretained للميوكوس تيشو زين. والنقطة الثانية اللي هي اللي بي not cause any permanent alterations للنيرف structures. ما تأثر لي وما تسوي لي يعني دامج للنيرف structures. تسوي شغلها أوكي وبعدين من يخلص الشغل مالتها يرجع النيرف مثل ما هو. it should possess versatility. it must be effective regardless whether it is injected. هاي بس نوضحها النقطة يعني it should possess versatility. it must be effective regardless of whether it is injected into tissue or applied locally to mucous membranes. يعني لازم تكون effective بغض متعددة ال versatility معناها متعددة الاستعمالات عفوا. فأما أنه من أنطيها injections بالتشو تكون effective وإذا خليتها على الميوكوس ممبرين همينة تطيني يعني يأخذ تأثير الميوكوس ممبرين. it should have a rapid onset. rapid onset يعني يبدي بسرعة تبدي بسرعة تشتغل and be of sufficient durations to be advantageous. يعني وتكون تستمر لي فترة
يعني معقولة أو فترة طويلة تكون durations مالتها بحيث يسمح لي أدي الشغل مالتي. زين نجي لل classifications of local anesthetics agents. هذه local anesthesia الدراج أوكي بها 3 classifications اللي هو الإستر جروب والأمايد جروب and الكوينولون جروب. بالنسبة للإستر جروب ينقسم قسمين، أول واحد اللي هو البنزويك أسيد إسترز، مثل إيش قبل شوية أخذنا بالتوبيكال أنستيزيا، همينا قلنا البنزوكاين إذا تتذكرون والكوكايين أوكي. فحتى بس يعني حتى بسهولة تحفظوها، هو هي نفس يعني نفس الماتيريالز بس هناك بالتوبيكال، هنا عادة استخدمها باللوكال انستيزيا. فالبنزويك اسيد استر مثل ايش؟ مثل البنزوكاين، مثل الكوكايين اوكي، البيوتوكاين، التتراكاين، هذه والبي اللي هي البارا امينو بنزويك استر. فاذا عندي الاستر جروب تنقسم قسمين، يعني البنزويك اسيد والبارا امينو بنزويك استرز. فالبنزويك مثل البنزوكاين على سبيل المثال يعني حتى تحفظوها، والبارا امينو بنزويكس مثل عندي لايك البروكاين اوكي. الجروب الثاني من كلاسيفيكيشنز اللي هو الامايد جروب. الامايد جروب مثل من بعدة انواع، 6 انواع، مثل من مثل الليدوكاين، هذا الامايد. إذن الليدوكاين من يا classifications، من classifications of amide group. البنزوكاين من يا classifications، هو والكوكاين من الإستر group، وتحديدا من البنزويك acids، عندي بنزويك وعندي para amino بنزويك إستر، وعندي الأمايد مثل من؟ مثل الليدوكاين. الكوينولون group اللي هو النوع الثالث، it is 5 to 8 times as potent as lidocaine. نحن بما راح أقارن بالليدوكاين اللي هو من ضمن الأمايد جروب. هذا يكون يقول إنه هو والليدوكاين عندهم similar onsets of action and durations. يعني شنو؟ يعني الأونست بسرعة، السرعة لأنه يحصل على ال يعني يبدي يشتغل، وبالنسبة لديوريشنز إيش قد يكمل إيش قد يطول لي بالشغل، هو نفسه لايك الليدوكاين، لكن يكون البوتنسي مالته أقوى من الليدوكاين 5 إلى 8 مرات. من أجي أشتغل أنه واحد أشتغل له بالليدوكاين، واحد أجي ونعطيهم اثنيناتهم إنجكشنز، واحد ثاني بالكونولون، اثنيناتهم at the same time، اثنيناتهم يوصلوا لي يعني بنفس الأونست اوكي، واثنيناتهم يطولوا لي الانستيزيا مالتهم بنفس الوقت. لكن ممكن يعني هذا البيشنت اللي اعطيته الليدوكاين ممكن يحس شويه ببين، بس ابو الكوينولون ما يحس لانه 5 إلى 8 مرات يكون بوتنس اقوى. اوكي نيجي نحكي هسه عن الكومبوزيشنز اوف لوكال انستيتيك سوليوشنز. الكومبوزيشنز مال لوكال انستيزيا مالتنا مال ماتيريالز من الكربولا اللي دا نستعملها باللوكال انستيزيا، اول شيء كومبوزيشن لوكال انستيتيكس ايجنتس اللي هو الاكتيف انجريدينتس. الاكتيف انجريدينتس اللي هو لينوكاين هيدروكلورايد، تركيزه 2%، ماشي، هاي واحد لينوكاين هيدروكلورايد تركيزه عندي 2%. 2 الفازو كونستركتر، من هو اللي هو الادرينالين، هذا تركيزه يبدي من 1 إلى 50 ألف الى 1 إلى 100 ألف. يعني اكو عندي 1 إلى 80 ألف، عندنا 1 إلى 100 ألف، المهم فاقل شيء 1 إلى 50 ألف واكثر شيء 1 إلى 200 ألف. it is added to، شنو فائده الفازو كونستركتر؟ فازو كونستركتر ليش أنا دا أخلي ضمن الكربول ويا الأكتيف إنجريدينتس مالتنا؟ واحد delay the absorption of local anesthesia from the sites، يقلل لي الأبزوربشنز مال local anesthesia، من راح يعني راح يبقي local anesthesia بالمكان اللي أنا اعطيت بي injection أكثر وقت ممكن حتى تشتغل أوكي.
وطبعا منين يصل الابزوربشن؟ يصل الابزوربشن اكيد عن طريق البلاد فيزلز. اوكي، فالنقطه الثانيه بروفايد بلادلس فيلد، هو فازو كونستركتر راح يقلص لي البلاد فيزلز ويبقى الانستيزيا موجوده، وبنفس الوقت راح يقلص البلاد فيزلز فراح يخليني اشتغل بال يعني بلادلس فيلدز، يقلل لي كمية يعني البليدنج بالمكان. prolong the actions، وبما انه ايضا vasoconstrictor فبالحالة ما راح يصير بي absorptions ويروح للبلاد، فبالحالة راح يقل يزيد لي prolong the actions durations مال action مال actions مال anesthesia راح تزيد. دي reduce systemic toxicity، وبما انه راح يخلي اكثر وقت بهالمكان locally، اوكي لوكاليزيشن راح يسوي الانستيزيا بالمكان للطيط بانستيزيا، فهو بالتالي راح يقلل السيستميك توكسيسيتي، لانه ايضا هو راح يعني ما راح يروح عندي يكون منطقه محصوره، ما راح يروح سيستميكالي، هو لوكالي. زين، عندي رقم 3 ريدوسينج ايجنتس. شنو هذا ريدوسينج ايجنتس؟ هذا يمنع لي الاوكسيديشنز ما سوليوشنز، اوكي يمنع الاوكسيديشنز ما سوليوشنز ويبقي يكون ستيبل، بحيث يكون يبقى يعني ستيبل. احنا مو قلنا واحده من الريكويرمنتس مال لوكال انستيتكس ماتيريالز انه لازم تكون ستيبل ان سوليوشنز، فهذا هو يخلون بي ريدوسينج ايجنتس على مود يمنعون الاوكسيديشنز مال ماتيريالز. يضيفوا له ايضا 4 بريزرفاتيف، مثل ايش؟ مثل الميثايل بارابين، اوكي بريزرفاتيف مواد حافظه، الفانجيسيدز لايك ثايمول حتى ما يصير بيها فطريات، اند فيكل لايك رينجر سوليوشنز. زين، نجي على الميكانيزم اوف اكشنز اوف لوكال انستيزيا، هذه بس اطلعوا عليها للاطلاع. نجي على الديوريشنز اوف اكشنز اوف ذا انستيتكس ايجنتس، الديوريشنز ايش قد تبقى الانستيزيا، ايش قد تبقى شغاله، هذا يعتمد الديوريشنز اوف اكشنز لوكال انستيزيا يتناسب مع منه، مع البروتين بايندينج كاركترستكس، صفات الماتيريالز مالتي المستعمله وقابليتها على الارتباط بالبروتين بالجسم، بحيث شنو بي الايجنت ذات are highly protein bonds، كل ما كانت الماتيريالز كانت او الايجنت كان highly protein bonds be longest durations of actions، يعني local anesthesia تجي على البروتين وترتبط به وتلزمه للبروتين تخلي الماتيريالز عندي تشتغل اكثر. اوكي، see now those with lower protein binding capacities، من هو lower protein binding capacities؟ like lidocaine and the shorter durations of action. Okay, then lidocaine هو long duration لو short، lidocaine هو short durations of action. ليش؟ لأنه عنده lower protein binding capacities، ما يلزم لي البروتين بشكل جيد. Okay، زين، نجي هسا على الماتيريالز اللي تكون بها 2% لينوكاين and 1 إلى 100 ألف إبينفرين. شنو صفاتها؟ أول شيء الـ onsets of actions، الـ onsets of actions شو وقت بتشتغل؟ راح أخذها بالـ infiltrations injection، منو يعني مثل infiltration نقول الـ upper. أوكي، بالـ infiltrations يبدي تشتغل الـ onset of action 2 minutes، بدقيقتين تبدي تشتغل الأنستيزيا، بينما باللور بالـ block injection لا ينتظر أكثر، الأونست تحتاج أكثر 2 إلى 4 دقيقة. زين، نجي للديوريشن أوف أكشن، إيش قد تطول بهذه الصفات؟ إيش قد تطول عندي بالإنفلتريشنز؟ إذا أجي أرد أشتغل سوفت تيشيو فيطول لي 2.5 ساعة، يعني إذا عندي سيرجري وأني انطيته وخليته ينتظر، إيش قد تبقى أقدر أشتغل يعني ديوريشن؟ 2.5 ساعة أنا أقدر أشتغل له، بينما إذا أريد أشتغل له بالبال يعني أريد أفتح مثلاً إكسس أوبنينج لا ساعة يطول، يعني مثلاً أنا انطيته أنستيزيا ونسيته
ساعه هو قاعد، ما لازم تعطيها المره انستيزيا ثانيه، اوكي؟ لانه الاونست اوف عفوا الديوريشن اوف اوف اكشن للبلبل تستمر ساعه. احتاج اذا بهالحاله انه من تعطي انستيزيا حاول انه، لانه راح تبدي تشتغل اذا ابر دقيقتين تبدي تشتغل، طب هالوقت حضر البيشنت وبدي يشتغل له يعني حتى يخلص زين. واذا بالبلوك، بالبلوك البلبل راح تطول ساعه ونص، والسوفت شو ايضا يطول اكثر 3 ساعات الى 5 ساعات. اذا لو نلاحظ بالاونست اوف اكشنز الابر يبدي الابر بسرعه يشتغل، والديوريشنز ما تكون اقل، يعني يبدي بسرعه ويخلص يعني ديوريشنز ما تخلص بسرعه، بينما باللور البلوك الاونست يحتاج وقت اطول، بس بنفس الوقت الديوريشنز ما يبقى ايضا اطول. سوفت شو يطول 3 ساعات الى 5 ساعات، والبلبل عندي مجال ساعة ونص أقدر أشتغل لبلبلي، هذه باللور بلوك أنستيزيا. عفوا يعني شرحناها infiltrations والبلوك. نجي للكونترا indications for local anesthesia. هل أنه أكو فت كونترا indicated؟ أنه لا، هو ما أكو فت كونترا indicated بهالط يعني بشكل مطلق، بس لا أكو مثلا عندي يعني أكو فت أسباب، مثلا قد يكون عنده allergy to one of its components. okay، من يكون عنده allergy patients واحدة من ال components مال anesthesia، مثل ايش؟ مثلا اي allergy to amide group. منو قلنا من ال amide group ذا تتذكرون؟ اللي هو الليدوكاين. okay، فاني بهالحالة ما لازم ال amide group، خلا روح استخدم الاستر group، ما استخدم الليدوكاين زين، اروح استخدم البنزوكاين فرضا زين. الرجي المن للبريزرفاتيف اللي هو البايسلفات بريزرفاتيف، اللي هو وين يضيفوا هذا البريزرفاتيف؟ يستخدموه من استخدم الايباينوفراين. فبالحاله يعني مو الايباينو ما عنده هو يعني ما عنده الرجي، الايباينوفراين ما يسوي الرجي، بس منين الالرجي؟ الالرجي من البريزرفاتيف اللي انا ضفتها نتيجة الى الايباينوفراين. الايباينوفراين ما يطول، لازم اخلي له بريزرفاتيف. فبالحالة راح اروح استخدم ماتيريالز ما بيها ايباينوفراين. اوكي، النقطة الثانية انه long acting local anesthesia، يعني ما استخدم تكون انستيزيا عندي بها لونج اكتنج ويا مثلا children او mental retarded patients او physically يعني disabled patients. ليش؟ لان دول ممكن يتعرضون الى تروما، ممكن احنا مثل ما نقول يعني هو الطفل العادي تعطيه بلوك انستيزيا اذا ما ينتبهون عليه له ممكن يعض شفته، يعني نقول احنا بالعمية كلها شفته ما يسيطر عليها زين. النقطة الثالثة اللي هو البرايلوكاين، هذا يكون كونترا انديكيتد، هذا النوع من الانستيزيا برايلوكاين كونترا انديكيتد ويا الأطفال اللي يكونون مثلا عندهم الميثوموغلوبينيميا أو السيكل سيل أنيميا أو عندهم سيبتومز أوف هايبوكسيا. ليش؟ ليش دول الأطفال ما يستعملوا إياهم؟ لأن دول الأطفال يستخدمون فد دراج زين، هذا الدراج يرفع لي نسبة الميثوموغلوبينز ليفلز، وهذا من البرايلوكاين يرفعه، وبالتالي راح يصير اوفردوز بالجسم. نيجي للماكسيمم، الماكسيمم اماونتس اوف لوكال انستيزيا ذات كان بي جيفن. بالنسبة للماكسيمم اماونتس اوف لوكال انستيزيا لايك عندي الليدوكاين، هذا يحسبوه على الوزنز، يعني 4.4 ملغرام لكل كي جي من البادي ويت. وعندي البرايلوكاين 6 ملغرام لكل كي جي من البادي ويت، والارتيكاين 7 ملغرام لكل كي جي من البادي ويت. اوكي، نحكي هسه عن التكنيكس فور ديليفرينج لوكال انستيزيا. نحكي عن سيليكشنز اوف سيرنج according the American Dental Association ADA established standards for aspirating syringe. عندنا ال aspirating syringe هذه تكون standardized، قياساتها تكون standards،
اوكي الاسبريتنج سرنج هي شنو؟ هي احد انواع السرنج اللي تكون بها هوك، بحيث انه من نطي الانستيزيا، قبل لا انطي الانستيزيا اسحب الاول، زين اخاف لشنو؟ لنكون ضرب، يعني نضرب فاسكولار فيزلز، بلاد فيزلز عفوا. فلذلك نسحب الاول نشوف اذا طلع ادي بلاد، فبهالحالة الحاله معناها اني داخله بلاد فيزلز، فاطلع ايدي وبعدين اخليها بغير مكان، بمكان ثاني. واذا لا انسحبت ما طلع لي ما طلع لي بلاد، فبهالحالة انا بمكان صحيح، فانطي لوكال انستيزيا. زين بالنسبه للنيدل، بالنيدل سيلكشنز، يعني عندنا هسه عرفنا اكو ستاندرايزيشنز بالسرنج. بالنسبه للنيدل ايضا عندي بها قياسات، كل ما كانت الجيج لارجر للنيدلز، من نجي نطي انستيزيا تمر داخل السوفت تشو، فبهالحالة راح تكون اقل عرضة انه ممكن تنكسر او ممكن تنحني. زين كل ما كان الجيج مالتها اكبر، واضافة لهذا الشيء ايضا راح تكون مور ريليابلز من ناحية الاسبريشنز، لانه راح اني اسحب الاول وبعدين ارجع انطي، او ممكن اطلع ايدي وانطي بغير مكان. بالنسبة للديث اوف انسيرشنز هذا يكون فاريز، يختلف مو فقط بالانجكشن تكنيك، وانما ايضا يختلف حسب عمر البيشنت، حجمه، عمر البيشنت. مثلا البيشنت الادلتس من اجي اني انطي انستيزيا انطيها with the occlusal plane of the teeth، بينما بالpatients الـ younger age patients لا، بهالحالة أنزل إيدي عن occlusal plane، والelderly أرفع إيدي عن occlusal plane above the occlusal plane. فبهالحالة راح يكون varies أيضا technique according للـ age and the size of the patients. And dental needles available in three lengths. إحنا قلنا أكو standardizations بالنيدلز همينة من ناحية اللينث، أكو طولها اثنين لونج 32 ملي، وأكو الشورت 20، وأكو الألترا شورت اللي هي 10. فإذا عندي من كلش يكون قصير 10 ملي إلى طويلة كلش اللي هي تكون 32 ملي. بالنسبة للسايزات نيدل جيج، راح الجيج يكون ما بين 23 إلى 30. هاي بالنسبة للسايز. زين needle should not be bent. من اني اجي انطي انستيزيا ما يعني اشوف هواية النوع اللي يعكفوها للنيدل يلا ينطوا انستيزيا، هذا الشيء ممكن يكون هذا الشيء غلط، يعني ممكن يسوي لي تنكسر بالبينتينج، وبالحالة ممكن تنكسر النيدل داخل السوفت تشو، فما افضل اني بحالة واحدة فقط يعني اسوي لها بيندينج، اللي هي مثلا من اريد اسوي irrigation، فنسوي بيندنج للنيدل نسوي irrigations واسوي localization داخل الكنال، حتى البيدو من اريد اراوي يعني اشوف هذه بعد ما يعني هذه مو ابرة ما راح تتأذى بيها. اوكي ف regardless للsize of the needle used، بغض النظر عن حجم النيدل، حتى لو كانت 30 قطر، يعني لا تحاولون تعكفوا هاي النيدل. وبالنسبة للinjections من نطيها لازم نطيها سلولي، وبنفس الوقت اللي انطيها سلولي اباوع اني ايضا على البيشنت، اشوفه انتبه عليه، انتبه على عينه، انتبه على الفيس مات اللي يروح مثلا يعني فور ان اني ان اكسبكتد رياكشنز، ممكن يدخل انفلكتيك شوك، ممكن يعني يصير عنده فد اتاك معينه، ابيليبتيك اتاك، لأي سبب كان أني من أنطي سلولي وبنفس الوقت عيني على البيشنت. أنواع السرنج، types of syringe، عندي أول شيء المتل كارتج type syringe اللي هي الاسبيريتينج تايب، وأني شرحت لكم هذه الاسبيريتينج سرنج وليش استعملها هذه السرنج، حتى to prevent الانترافاسكولار injections.
حتى ما انطي اني الانستيزيا داخل البلاد فيزلز، ما اسوي له تروما للبلاد فيزلز. اوكي، وطبعا هاي استعملها اني بالتو تكنيك، سواء كان عندي انفلتريشنز تكنيك اند بلوك تكنيك، اثنيناتهم اقدر استخدم الاسبريتنج سرنج بيهم. الجت سرنج، الجت سرنج، جتس من كلمة يعني نافورة كأنما. اوكي، في الجت سرنج هذه السرنج هي needless methods of depositing local anesthetics agents. نقول شنو هي السرنج اللي ما بيها نيدل؟ هي الجت سرنج، هي بيها فتحة صغيرة استخدمها اخليها على السوفت تشو، اوكي، وادفع بيها اللوكال انستيزيا. فاذا هذه انا ما استخدمها من اريد اشتغل مثلا كافيتي بريبريشنز، يعني تز نوت برودوسينج فور بالبال انستيزيا. اوكي، تز نوت فور بالبال انستيزيا. جت انجكشن يوز تو اوبتين جينجيفال انستيزيا بيفور بليسمنت اوف رابر دام. اوكي، اند اولسو فور ريموفال اوف مثلا من عندي موبايل توث او من اريد اخلي بانز، اقدر استخدم الجت سرنج without needle. زين، عندي يعني في disadvantage بيها انه after treatment ممكن يصير عندنا soreness injected sites. شنو يعني soreness؟ يعني تقرحات. اوكي، واضافة للكوست مال نيد مال سرنج. العفو، عندي البري ستيريلايزد ديسبوزابل سرنج اللي هي ديسبوزابل بلاستيك سرنج العادية، اقدر انطي بيها انستيزيا، اقدر انطي بيها انستيزيا خصوصا انه هي تكون كاليبريتد. اوكي، وعندي كمبيوتر كنترول لوكال انستيتكس ديليفري سيستم، هذا عبارة عن ديفايس وبي فوت سويتش وبي مكان يخلي بي الكاربول وبي ايضا فد يعني شو كأنه مال بروب. اوكي، وبالتب مالتها يكون موجود عندي خلي النيدل. فهذا يكون بالنسبة كبين يكون اقل من السرنج العادية اللي نستعملها احنا كبين. وهذا الشيء ساعدني انه احصل على الاكيوريتلي بليس اوكي للنيدل، فلذلك راح يكون اقل يعني بين بي، اضافة الى انه اني اقدر اتحكم بكمية انه ادفع ايش قد ادفع من السوليوشنز عن طريق الفوت سويتش. زين، نجي هسه الانستيزيا of teeth and soft tissue. قبل ما نبدي نطي الانستيزيا لازم يكون طبعا ويانا اسيستنت، والاسيستنت تحاول انه تلزم للطفل، لا تنطون انستيزيا وتعتمدون على انه الاهل يقولك لا الطفل ما يخاف وكذا، لا، لازم احد يلزم الطفل. الاسيستنت تلزم بايد، تلزم راسه، وبالايد الثانية تلزم ايدينات الثنين حتى يكون يعني هادئ ومسيطرين عليه اثناء البروسيجرز. Topical anesthetics should be applied and enough time should be given for its onset. نطي ايضا topical، اقدر انطي topical anesthesia قبل ما يعني نطي local anesthesia مالتنا، اطيها وقتها حتى تشتغل. مثلا اذا ليدوكاين يحتاج تقريبا 3 الى 5 منت حتى يشتغل كتوبيكال انستيزيا. اوكي، هذا بالنسبه للانست. نجي هسه الانستيزيا فور مانديبولار تيث اند سوفت تيشو. عندي اولا الانفيريور الفيولار نيرف بلوك اللي هي الكونفشنال مانديبولار بلوك. وين هاي انديكيشن؟ انديكيشنز من اريد اشتغل اوبراتيف. اوكي، ان اول مانديبولار تيث انطي بلوك، بلوك المن للانفيريور الفيولار نيرف اللي هي الكونفشنال مانديبولار بلوك، هذا هو. وإضافة من عندي surgical procedures المن للمندوبلر teeth and supporting structures، لأن سواء إذا أريد أنا أشتغل باللور teeth
عندي بدي اشتغل مثلا كافيتي اوبراتيف، فبالحاله انطي الكونفنشنال مانتبلر بلوك، اوكي، اللي هو الانفير دنتال الفلر بلوك، وايضا من عندي في السيرجري بروسيجرز ايضا بالمانتبل، فايضا يعني ننطي البلوك الكونفنشنالز مانتبلر بلوك. زين، the supraperiosteal injection technique may sometimes be useful in بحالة ال طبعا احنا بعدنا نحكي لحد الآن موضوع المانديبولار بلوك، فمن دا أقول supraperiosteal injection يعني شو يقصد بها؟ يعني يقصد من أنطي infiltration، okay infiltrations مثلا primary incisors، فهذا ممكن يكون أحيانا ممكن يكون useful اوكي بحاله الانستيزيا فور برايمري انسايزرز، بات ات از نوت ريليابل، هذا الشيء ما راح يكون يعطيني كومبليت انستيزيا فور ذا مانديبولار برايمري اور بيرمننت مولر. ممكن يعني هذه الطريقه نستعملها بالاطفال اللي يكون اعمارهم اقل من 5 سنوات، اوكي، نعطي سوبرا بريوستالز انجكشنز اللي يكونون أعمارهم أقل من 5 سنوات. ليش؟ لأن عادة المندبول يعني ليش أنطي بلوك؟ لأنه المندبول عندي كومباكت بون، أوكي، مو سبونج، مو مثل الأبر كومباكت يكون صلب، فمن أنطي انفلتريشنز ما راح يأخذ بسهولة. الأطفال الصغار اللي أقل من 5 سنوات ممكن يأخذ، ليش؟ لأنه بعده ما صاير عندي كومباكت، ورغم هذا أنا ما أعتمد عليها هذه الانجكشن، أنطي المانديبولار بلوك ماتي، أوكي، خصوصا بحالات الإكستراكشنز. ماشي، هسه راح نجي نحكي على التكنيك. أنا أعرف أنه أنتم كلكم ماخذيها موضوع يعني الأنستيزيا وتعرفون تنطون أنستيزيا، قد يعني ما مضبطيها، أكيد ما مضبطيها 100%، بس يعني عندكم فكرة عن الموضوع. بس هسه احنا راح ناخذها with details، أوكي، ممكن يكون refreshments معلوماتكم، أو ممكن قد تكونون يعني بعض المعلومات أول مرة تطلعون عليها. ماشي، راح نجي نحكي على التكنيك من mandibular block بالنسبة يعني for children. ف number one in children mandibular foramen، المandibular foramen بالنسبة للأطفال وين صايرة؟ صايرة بالقرب من the posterior border of the ramus، تقولكم تعرفون الريمس of the mandible يعني بي بودي المندبل وبي ريمس، اوكي، فبالنسبة للريمس هسه انتوا ركزوا لي على الريمس of the mandibles اللي هو الجزء اللي صاعد من المندبل، ماشي، اللي هو الريمس، فهو اللي بي المانديبولار فورامن. فالمانديبولار فورامن بالنسبة للأطفال مثلا طفل عمره 3 سنوات وين صاير؟ صايرة 5 مليمتر from the posterior border، أوكي، 5 مليمتر من the posterior border و 20 مليمتر from the anterior border، يعني وين صايرة قريبة؟ قريبة أكثر من the posterior part، ماشي، 5 مليمتر من البوستيريور بوردر وصايرة بعيدة عن الانتيريور بوردر 20 مليمتر. It is also situated at a levels lower than the occlusal plane of the primary teeth of pediatric patients. أنا ذكرت لكم هذه المعلومة. من نطي أنستيزيا بحيث أقولكم من تطون أنستيزيا أنتو below the occlusal plane. يعني الأطفال صايرة هسه عندي المانديبولار فورامن بالنسبة للأطفال اتفقنا أنه وين تكون أقرب للبوستيريور بوردر، بوستيريور بوردر of the ramus 3 مليم، وبعيدة عن الانتيريور بوردر of the ramus بعيدة عنه مسافة 20 مليمتر، أوكي، وين صايرة؟ صايرة below the occlusal plane of the mandible occlusal plane of the primary teeth of pediatric patient.
Therefore, injections must be made slightly lower and more posteriorly than for an adult patients. لحد الآن أتمنى يكون واضح. نجي هسا على الثم. يعني أنا مو أنطي مجرد بس أنطي injections وخلاص بدون ما ألزم بدون ما أسوي reflections بإيدي. أوكي، ففرضا هسا خلينا نتفق أنه أنا دا أنطي. طبعا أولا أنا يمناوية، فراح أحكي بالنسبة على الدنتست اللي يكون يمناوي، أما اللي يسراوي هسا خليه يعكس الموضوع عليه. فمثلا راح أشتغل وأنطي أنستيزيا المن للور رايت سايد اوف ذا بيشنتس. اوكي، لور رايت سايد اوف ذا بيشنتس، واني طبعا لازم السرنج بايدي اليمنى. ماشي، الثمب مال ايدي اليسرى وين اخلي؟ راح يكون على الاوكلوزال سيرفيس اوف ذا مولر. اوكي، على الاوكلوزال سيرفيس اوف ذا مولر، والتب مالته وين راح يكون؟ على الانترنال اوبليك ريدج. يعني انتو اخذوها ببساطة، هسه تخيلوا الموقف انه اني اجيت وسويت طبعا ريفليكشن باقي الاصابع، طبعا ريفليكشن سويت للتشيك وخليت الثمب ماتي راح يكون وين؟ على الاوكلوزال سيرفيس، راح يكون على الاوكلوزال سيرفيس اوف مولر اريا، ما راح يكون هيك عدل لا بشكل مائل. اوكي، بحيث التب ماتي وين تشير؟ التب ماته راح تشير لي الى الانترنال اوبليك ريدج، والبول ما الثمب وين راح تكون؟ على الريترو مولر فوسا. شنو الريترو مولر فوسا؟ الفوسا نقول بالعاميه يعني منطقه اللي تكون خسفه. اوكي، ريترو مولر، ريترو المنطقه اللي صايره بعد المولر اريا. يعني اصبعي وين؟ على الاوكلوزال سيرفيس اوف مولر ثمب ماتي resting on the occlusal surface of the molar. والتب ما ثمب ماتي وين؟ تشير لي للinternal oblique ridge. قلت آني مو، فبالتالي البول ما ثمب وين راح يكون؟ راح يكون على ال أو يعني resting in retromolar fossa، حيث تتلمسوها لهذه مكان الفوسة الخسفة اللي صار ريترو مولر يعني بعد المولر اريا مباشرة. اوكي، بهذا المكان هو اللي راح تكون موجود عندي مانديبولار فورامن. الزموا للمنطقة، الزموها، مو انت تباوع وتطي فقط بدون ما تلزم. انا هواية اشوف يعني ينطون مجرد يعني بدون ما يلزم المنطقة، لا تحسسوها للمنطقة حتى تكون الأنستيزيا مضبوطة. نجي على كاتب عبارة firm support during the injection procedures can be given when the ball of the middle finger is resting on the posterior border of the mandible. هذا شو يقصد بي؟ هاي العبارة يقصد بيها أنه آني هسا الثمب ماتي intraorally، آني مسوية supports extra orally للمانديبل، مو صحيح؟ بحيث اصبعي الوسطاني وين راح يصير؟ راح يصير resting on the posterior border of the mandible من برا. طبعا اتمنى يعني الصوره وضحت عندكم، واذا طبعا اي سؤال ممكن تكتبوه تعليق. اوكي زين، نجي النقطة الثالثة. The barrels of the syringe should be directed. هسه هنا دا يشرح أني. هسه أني لازم السرنج بإيدي اليمنى. أني سويت reflection بإيدي اليسرى وخليت إصبعي على مكان الفوسة. هسه أني أجي أرد أنطي أنستيزيا. لازم السرنج بإيدي اليمنى. وين اتجاه directions مال السرنج مالتي وين يكون؟ البلين ماتي راح يكون ما بين two primary molars on the opposite side of the arch. بالأدلتس معلميكم شو يقول لك؟ يقول لك خليه بين ال 4 وال 5. اوكي، ما بين ال 4 وال 5. اني هنا ما عندي مثلا بس primary teeth، ما عندي mixed dentition just primary teeth، عندي
منو ال 4 وال 5 successors for whom؟ ال 4 وال 5 هم بدائل successors المن للدي والاي. اذا انا عندي دي واي مولرز عندي، اوكي، فعندي تخلي راح تخلي السرنج مالتك ما بين الدي والاي اللي هم المولرز، اوكي، وتوجهها باتجاه الاذر سايد. النقطه الرابعه، it is advisable to inject a small amount of the solutions. زين، احنا قلنا الادلت يكون with the occlusal plane، والبي دوغ انه below the occlusal plane تعطي injections. اول ما تبدي تعطي injection، اول ما تبدي راسا انطي anesthesia، ابدي تعطي anesthesia slowly، وانت ودا تدفع النيدل مالتك وتوصل. مو احنا نقول انه لازم يكون من تنطي انستيزيا لازم النيدل مالتك تطخ بالبون، اوكي، وشويه اسحبه على مود شنو ما يصير عندي بين، لانه بينفول تصير من تطخ البون، تصير كونتاكت، يعني من كونتاكت البون تصير كلش بينفول. مو انت كونتاكت البون اسحب شويه ايدي وانطي باقي الانستيزيا، بس القصد اول ما تسوي انسرشنز للنيدل بالسوفت تيشو ابدي انطي حتى المنطقه تاخذ انستيزيا وما تكون بينفول للبيدو، وعلى طول ما تدخل بها النيدل انت انطي. صار كونتاكت عندك للبون شويه اسحب ايدي حتى النيدل مالتي على مود ما تصير بينفول كلش من الطخ البون وانطي انستيزيا، اوكي، ومن تسحب ايدك ايضا انطي انستيزيا. زين، penetrated, continue to inject towards the mandibular foramen. The depth of insertions average. Depth of insertions يكون تقريبا 15 ملي، وهذا طبعا الشيء varies، يختلف من patient to patient ويختلف حسب ال age. يعني عندي يعني بهالحالة مو أنه هذه ستاندرد 100، بس هي تقريبا 15% 15 مليم، لكن عندي أكيد anatomical variations. زين، approximately 1 ml of the solution should be deposits around the inferior alveolar nerve. وأني ملاحظة هواية من الطلاب أو الروتيترز من ينطي شوية بحيث أباوع الكاربولة بعدهم، وما بغض النظر انه هو بيدو. زين، ترى يحتاج الانفيريور نيرف بلوك، يحتاج بالقليل 1 مول فور بلوك، اوكي، مو تطيني نص الكاربولا وخلص والله شنو مو هذا بيدو، لا ما راح ياخذ انستيزيا. تنطي تقريبا 1 مول اوف ذا سوليوشنز. اذا اني الكاربول ماتك قسم كاربول بيها 1.5 مل، قسم تجي 1.8 مل، انت دا تريد تطي بلوك انستيزيا inferior dental nerve block يحتاج 1 مل. يعني من تطي 1 مل solution should be deposited around the inferior alveolar nerve، اوكي، يلا رح ياخذ انستيزيا، مو تطيني بس نص الكاربول ما موصلها 1 مل، اوكي. زين، بالنسبه لللينجوال نيرف بلوك، تعرفون يعني هذه النقطه انه اللينجوال نيرف ياخذ انستيزيا من انطي الانفيرير دنتال نيرف بلوك، اوكي، من اريد، وهذا وين اني احتاجه اللينجوال نيرف بلوك، خصوصا من اريد نسوي اكستراكشن، اوكي، للور تيث. فمثلا من اريد اني انطي اريد مثلا نسوي اكستراكشنز، اوكي، للور مثلا دي او اي على سبيل المثال. المهم من انطي بلوك انستيزيا، من اني اسحب ايدي شويه احرك النيدل لينجوالي، اوكي، وانطي فيو دروبس، اني ودا اسحب ايدي واطلعها. هذه الفيو دروبس تكون كافيه انه ياخذ انستيزيا اللينجوال نيرف، اوكي. فهذا البلوك بحيث انه كل اللينجوال نيرف راح ياخذ بلوك بهالحاله.
نجي هسه على اللونج باكال نيرف بلوك. لونج باكال، اللونج باكال نيرف المن يجهز لي؟ اللونج باكال نيرف يجهز لي من مثلا اريد نسوي يعني، وش وقت احتاج اسوي البلوك؟ من اريد نسوي اكستراكشن للمانديبولار بيرمننت مولرز. بيرمننت مولرز، انتبهوا لي على هاي النقطه، يعني 6 وال7 وال8 ماشي، لانه اني بالنسبه للبرايمري مولرز احنا قلنا منو السكسسرز لهم هو الفور والفايف البريمولرز ماشي. فاذا اني في الحاله ما راح احتاج، نريد نسوي اكستراكشنز للدي والاي، انا ما راح احتاج انطي انستيزيا لللونج باكل نيرف. اللونج باكل نيرف المن يجهز لي؟ يجهز لي 6 وال7 وال8. احكي الثاني على البيرمننس اوكي. ففور من اريد وين يكون موقعه، صاير باكلي وديستلي للتوث اللي اريد اني يعني اريد نسوي له اكستراكشنز ماشي. زين، فبهالحاله طبعا يعني مو وحده اقصد بانه اني مثلا اريد نسوي اكستراكشن لل6 وال7 او ال8 بهالحاله، انا مو بس مجرد لا نطي اول شيء inferior dental nerve block اوكي للمانديبولار نيرف نطي بلوك اوكي، وبنفس الوقت يعني ال6 وال7 وال8 تجهز بكلي سوفت الشومات الموجود بكلي الى منو موجود عندي بهاي المنطقه يعني احتاج انطي انستيزيا، هو اللونج بكل نيرف. اذا انطيت مثلا اذا عندي البرايمري مولرز الدي والاي بس مجرد انطيت اني اريد اسوي مثلا اكستراكشنز، بس مجرد انطيت انفيريور نيرف بلوك وذ طبعا اللينجوال نيرف بلوك، هذا كافي انه يعطيني انستيزيا للمنطقه كلها، وحتى يعطيني انستيزيا للبكل تشو وللور ليب وبنفس السايدز وخلص اقدر اسوي اكستراكشنز. بس ال6 وال7 وال8 اكو عندي بهالمنطقه اكو نيرف بعده ما ماخذ انستيزيا، اذا سويت اكستراكشنز لهذول الاسنان راح رغم انه اللب احنا عندنا ماخذ انستيزيا اوكي، اللب ماخذ انستيزيا من البلوك مال الفيلر نيرف مانديبولار الفيلر نيرف ماخذ انستيزيا اللب. لذلك احنا نقول حتى اعرف اني شغلي مضبوط، يعني نقول لكم اياها هاي دائما معلومه، لا راسا تنطي مثلا للسكس انطيتها مانديبولار بلوك وبعدين راسا تجي تطي لونج باكال وانت خصوصا بعدك مبتدئ، اعطي مجال تاخذ انستيزيا اللب بحيث انه عرفت انت منطي مضبوط وكونتاكت للبون ومضبوط امورك والشفه اتخدرت، اجي انطي لونج باكل اللي صاير وين؟ ديستلي للبيرمننت مولر. زين، all facial mandibular gingival tissue has been injected instead of operative procedures, possible exceptions of اوكي. بالنسبه نريد يعني وش ما ريسيف انرفيشنز فروم اوفرلابينج نيرف، ده يحكي هسه هنا على منو؟ ده يحكي لنا على السنترالز اللور سنترالز ولاترال انسايزرز، اللور سنترال اند لاترال انسايزرز. عادة انتو احنا تنتبهون بهاي المنطقة يعني هي تاخذ بلوك من المانديبولر، يعني اذا انطي مانديبولر نيرف بلوك هي اوكي تاخذ، بس ما تاخذ لي بالشكل الكافي مثل ما انطي بهالمنطقة انفلتريشنز. ليش؟ لانه بهالمنطقة اكو انستموسس منطقة الميد لاين اوكي، اكو انستموسس. منين جايتني؟ جايتني من الانفيريور مانديبولر نيرف فروم ذا اذر سايدز، يعني نهايات المانديبولر نيرف
مثلا بالرايت سايد عبر اكو انستموسس شبكه صايره عبر على الليفت سايد، ومن الرايت سايد ايضا عبر على الليفت سايد، اوكي؟ فصايره عندي انستموسس بالاريا، ماشي؟ فهذه يصحوا له اوفر اوفرلاب. لذلك بهالمنطقه هذه احتاج بهالمنطقة أنه نعطي infiltrations. إذا أريد مثلا نسوي extractions لل first والsecond، يعني للcentrals واللaterals incisors، بهالحالة يفضل أن نعطي يعني infiltrations. هسا بعدين رح نجي نحكم عليها مرة ثانية. نجي هسا على mental nerve block. mental nerve وين صاير mental nerve؟ صاير ما بين the premolars، اللور بريمولرز، ما بين الفور والفايف. بهالمنطقة تكون موجودة عادة المنتل فورامن. فإذا من أعطي بلوك للمنتل نيرف يكون effective producing anesthesia for premolars and anterior teeth. من أعطي بلوك للمنتل نيرف مثلا أريد نسوي extractions، أوكي؟ مثلا أريد نسوي اوكي. فاذا هسه من انطي بلوك للمنتل نيرف بهالحاله ايش اقدر بمن اشتغل؟ مثلا يا اسنان عندي اما راح يعطيني انستيزيا للفور وللفايف، للبريمولرز، للكناين، للانتيرير تيث. مثلا هسه الكناين اذا بكم طريقه اخذ انستيزيا؟ اخذ بالمانديبولر بلوك، اوكي، واخذ ايضا بالمنتل نيرف بلوك. قدرت انطي على هالطريقة، ماشي؟ يعني انا قلت منو اللي ما راح ياخذ مضبوط؟ قلنا السنترال واللاترال بالمندبولر بلوك، ماشي. المنتل نيرف بلوك ايضا راح يعطي السوفت تيشو اوف اللور ليب، التشن، البوكال سوفت تيشو. المنطقة كلها تكون انتيرير انمن للمنتل فورامن. نجي هسه عن infiltration for mandibular incisors. هسه قبل شوية أنا حكيتها أنه أكو anastomosis، زين؟ فلذلك إحنا يفضل نعطي infiltrations بهذه المنطقة. خلنا نجي نحكي عليهم نقطة نقطة. Single inferior alveolar nerve block not be adequate for operative or surgical procedures on the incisors even on the size of the block anesthesia، ماشي؟ هاي اتفقنا عليها، ما راح يكون هذه single inferior alveolar nerve block ما راح تكون كافية. The labial cortical bone overlying mandibular incisors usually thin enough for supraperiosteal anesthesia technique. هنا لأنه بهالمنطقة يعني بهذه المنطقة anteriorly عندي البون، يكون البون خفيف، ما راح يكون compact bone، بحيث أقدر أني أنطي anesthesia infiltrations وراح يأخذ بشكل يعني بشكل مضبوط، okay. If only superficial caries excavations is needed or if the removal of partially exfoliated primary incisors infiltration anesthesia alone may be adequate، okay. إذا عندي يعني واحد مثلا يعني عندي exfoliated primary incisors، اوكي، اقدر انطي infiltrations. هذا طبعا دا يحكي طبعا هو هنا دا يحكي باعتبار شنو؟ باعتبار انه central واللاترال يعني الواحد والتو، زين، سنترال واللاترال انسايزر هو اساسا منين ياخذ انستيزيا؟ ياخذ من انفيرير الفيولار نيرف، اوكي. يعني هو اساسا ياخذ من انفيرير الفيولار نيرف، وبنفس الوقت اني عندي انستموسس. فهذه النقطه من انه ده يقول اني اقدر بس انطي يعني إذا كان عندي مثلا superficial caries excavations بس أقدر أنطي infiltrations، يعني راح يخطر ببالك زين مثلا إذا أريد أني أفتح access opening وكذا تكون كافية إلي أني infiltration أو لا؟
كلينيكالي صراحة احنا من نشتغل اي تكون كافية الانستيزيا. ليش؟ لانه البون هنا ما متطرق لنا احنا يعني، بس بالحقيقة البون بهالمنطقة من انطي سوبرا بريوستيالس انستيزيا تكنيك بهالمنطقة هي يعني افكتيف افكتيف. ليش؟ لانه الكورتيكال بون يعني يكون ثن، يعني بالنقطه اللي قبلها هسه اللي شرحناها هو ذاكرها اوكي، بس هاي النقطه راجع يقول انه اذا كانما تذكرني اني منين دا ياخذ اصلا اساسا الانرفيشنز من الانفيرير الفيلر بون، فده يقول اذا مثلا كان موبايل توث او كذا اني اقدر اعتمد فقط على الانفلتريشنز. نجي النقطة اللي وراها من دي يقول incisor infiltrations most useful as an ejects يعني تكون معناها فتشي يكون supportive المن support للinferior alveolar nerve block. من أريد أحصل على total anesthesia بالquadrant مثلا أنا دا أشتغل باللور right side فرضا، فأريد أحصل على أنه anesthesia تكون كاملة وبهذه الكويدرنس اوكي، فاني ما اقدر احصلها بالنسبه لللور السنترال واللاترال انسايزر اذا ما انطي وياها انفلتريشن. ليش؟ لانه عندي انستموسيس من الانفيرير الفيولر نيرف فروم ذا اذر سايدز بهذه الاريا اوكي. فبهالحاله مثلا اذا ردت اسوي اكستراكشنز للسنترال مثلا اني مطيه انفيرير الفيلر نيرف بلوك ماشي، مطيه وذ لينجوال نيرف بلوك، بس ما راح اقدر اعتمد عليها فور اكستراكشنز اوف السنترال انسايزرز اور فور اكستراكشنز اوف اللاترال انسايزر لانه عندي انستموسيس فروم ذا اذر سايدز. فايش راح نطي؟ راح نطي انفلتريشنز قريبه من الميد لاين زين للسنترال انسايزرز، بحيث راح يصير عندي ديبوزيشن ديستريوشنز، وهذا ديبوزيشن سوليوشنز راح يكون ايضا حتى على يعني يصير انفلتريشنز انستيزيا. فاهميني؟ يعني انفلتريشن انستيزيا حتى اللي موجود عندي بالاذر سايد، مثلا اذا انا بدي اشغل بالراي السنترال انسايزر بالليفت سايد هم يعني يصير بياخذ انستيزيا لان اكو انستوموسيس. اتمنى الفكره تكون واضحه، واذا في شيء ما واضح لكم يعني اكتبوا لي اكتبوه بتعليق. أنا شفت المحاضرة يعني ما تحتاج صور، لذلك يعني سجلتها قلت على مود سهولة نقلها. نجي يعني أو قصدي تحميلها على النت. بالنسبة عندي تكنيك ثانية اللي هي المانديبولار كوندكشنز أنستيزيا، هذه اطلعوا عليها مجرد للاطلاع أوكي. و أي سؤال اكتبوا لي. السلام عليكم، أتمنى تكونون بخير وسلامة. اليوم محاضرتنا هي part 2 عن local anesthesia أوكي. اليوم رح نشرح anesthetizations of maxillary teeth and soft tissues، وأيضا بالأخير رح ناخذ جزء من complications of local anesthesia. اللي أريده من عندكم تجهزون المحاضرات، تابعون وياي الشرح على البي دي اف اللي يمكم، حتى انه هو البي دي اف جاهز وبصور همينة حتى بسهولة يكون اسهل عليكم من تقروا. نبدي هسه على الانستيزيا anesthetizations of maxillary primary and permanent incisors and also canines اللي هي سوبرا بريوستيال تكنيك اللي احنا نصيح لها اللوكال انفلتريشن اوكي. اكو فد اختلافات بسيطه ما بين الانستيزيا من اجي انطيها للبرايمري تيث عن البيرمننت تيث، هسه راح نشرحها بالتفصيل وحده وحده. فبالنسبه للانجكشنز بالبرايمري تيث لازم يكون closer للجنجايفال margin than in patients with permanent teeth.
and the solution should be deposits close to the bone. يعني احنا دائما متعودين باللور مثلا شو نقول؟ نقول صار عندك contact للبون. اوكي هالشكل نقول. هاي من اجي اريد انطي مثلا البلوك باللور. هنا بالابار يعني انتو تصوروها نفس الفكرة. فبالنسبة للبرايمري تيث احتاج تكون الانجكشن طبعا اول شيء تكون يعني تكون ديبوزيت كلوز للبون يعني قريبة من البون مثل ما شرحنا هسه الفكرة مال باللور اللي كنا يكون كونتاكت للبون، وإضافة لذلك تكون كلوزر للجينجيفال مارجن than permanent. اوكي تكون مور جينجيفالي than permanent more يعني تكون كلوز للجينجيفال مارجن وبنفس الوقت تكون كلوز للبون. زين after the needle tip has penetrated من دخلتها للنيدل بالسوفت تشو فأنا قلت تكون كلوزر للبون فمن ندخلها أحتاج أسوي لها little advancements زين اللي هي تقريبا يكون 2 مليم at most. فإذا نخلي بالي بالبرايمري tooth أحتاج يكون كلوزر للبون. بهالحالة أنا راح طبعا الأبيسيز أوف ماكسيلاري برايمر انتيريور تيث يعني أبيسيز اللي مثل ما عرفنا إنه هي مجموعة للأبيكس يعني فالأبيكس مال ماكسيلاري برايمري انتيريور توث يكون at the level of mucobuccal fold. الميوكوبوكال فولد تعرفوها من أسوي ريفلكشن للليب زين فراح أشوف هالميوكوبوكال فولد فأني أنطي بيها الانجكشن أدخل التب مال نيدل ماتي ومن أنطي انجكشن تقريبا 2 مليمتر أحتاج أدخل التب مال نيدل أوكي وأنطي الانجكشن ماتي ويفضل طبعا تكون سلولي. بشكل عام يعني أني ألاحظ وأنتم أيضا راح تلاحظون هذا الشيء خصوصا اللي يعطي أنستيزيا الأول مرة يصير عنده هاي الحالة بالنسبة للانتيريور تيث سواء كان برايمري أو يعني العفو أو بيرمننت توث. ألاحظ أنه أكثر مثلا الروتيترز اللي عندنا من يعطي أنستيزيا يدخل النيدل يدخلها تقريبا كلها يعني مو كلها بس يعني يدخلها مو 2 ملي فد 4 ملي اوكي فرأسا يصير عنده bleeding from the nose of the patient بحيث هم هو نفسه يعني روتيتر يفز همين البيشنتس عندي همين يخاف وهمين البارنتس يخاف. هاي هواية يصير ودائما أنا أقولهم للروتيترز أو يعني لا تنطون الانجكشن ديبلي. ليش؟ لأن أنا عندي نيزل كافيتسي بهالمنطقة هاي كلش قريب فاني أكتفي بالتب مال نيدل أسوي ريفليكشن أدخل التب مال نيدل وأرجع اللب على النيدل ماتي. هي واحدة راح تدخل 2 مليم على كيفي وخلي أحد يلزم لي الهيد مال بيشنت ضروري حتى ما يتحرك. هاي المنطقة كلش حرجة الانتيريور تيث من اجي انطي بها انفلتريشن اقل حركه للبيشنت تدخل ديبلي النيدل ويصير بليدنج فروم ذا نوز اوف ذا بيشنت. اوكي ان ذا انستيزيشنز اوف بيرمننت سنترال انسايزرز هسه ايش قلنا؟ قلنا انا حكيت البرايمري توث من اجي انطي وبهاي القياسات اللي حكيتها اني جيت انطي وانستيزيا بالحاله وين راح تكون الابيكس مان ماكسيلاري برايمري يكون at the level of الميوكوبوكال فولد. زين بالبيرمننت البنكتشر سايت اللي طايت من عند الانستيزيا زين هو وين يكون at the ميوكوبوكال فولد زين وبالتالي السوليوشنز عندي بالبيرمننت وين راح يتجمع تقريبا above and close للابيكس of the permanent tooth. اوكي بالبيرمننت tooth بالمكان اللي دا انطي بي اني انستيزيا بالميوكوبوكال فولد وين راح يتجمع عندي السوليوشنز مال انستيزيا فوق above and close للابيكس of permanent tooth. زين بينما بالبرايمري ايش راح يكون
at the apex مال maxillary راح يكون at the levels of mucopuccal fold. زين. أيضا عندي هنا anastomosis. Because the nerve fibers may be extending from the opposite sides. يعني شنو extending من يعني أني إذا انطيت anesthesia بالright sides أني عندي anastomosis يعني شبك جاية منين جاية fiber عندي من the left sides. فلذلك يفضل من أنطي anesthesia one side أطي لل others incisors. مثلا أنطيت لل upper right central incisor أنطي لل upper left central incisor buccally أنطي infiltrations حتى أحصل على adequate and adequate anesthesia سواء كان بال primary أو بال permanent teeth. أكو anastomosis مثل اللور. ماشي. إنزين إذا أردت أخلي رابر دام أردت أشكل أحتاجه تشكل رابر دام فيفضل أن تطي palatally بالgingival margin. أوكي مو بالجنجال طبعا البليتال انجكشنز راح نجي نشرح البليتال انجكشن تكون بينفول اني ما احتاجها ما اسوي اكستراكشن للتوث اني بس دارد اشد سواء كان الكلامب او يعني الليجيتشرز دارد اسوي للبليسمنت اوف رابر دام كلامب فبهالحاله اني بس يعني احتاج حتى اوخر الديسكمفورت اللي راح يصير عندي البيشنت فبس نطي بالجنجال مارجن بليتالي. بالنسبة للإكستراكشنز للإنسايزرز أو للكناينز سواء كان primary أو permanent dentitions فأني لازم نطي أنستيزيا المن للباليتال soft tissue. احتاج أنطي أنستيزيا هواية أيضا ألاحظ إلا أتابعهم انطيت بلي أنا ناوي أسوي إكستراكشن مثلا primary anterior tooth إلا أسأله انطيت باليتالي هو لا دكتورة ما يحتاج هو deciduous هو مثلاً توث عندك retained root هالطولاته ومو موبايل زين مثلاً يحتاج extractions بس هو مو موبايل يعني وحتى لو يعني بيموبلتي بس مثلاً مو exfoliated يحتاج أنطي palatally ترى يعني الطفل human يعني يحس مو معناها هو or دا يبتشي والله هو دا يبتشي إيش أسوي له أنطي anesthesia palatally for extractions of primary teeth حالها حال permanent teeth اللي شو يحتاج palatally يحتاج nasopalatine injection nasopalatine injections حتى المن أسوي anesthesia للnasopalatine nerve اوكي اللي هو يغذي لي يسوي لي innervation للpalatal tissue of all for incisors and at least partial anesthesia for canine area يعني أربعة الانتيريور تيث اللي هما centrals واللaterals palatal tissue منين ياخذ ياخذ innervations من النيزوبالاتين نيرف فأني هذا النيرف يحتاج أطي انستيزيا وخلت لكم الصورة إلى هذا النيرف طالع من الانسايزر فورامن يغذي لي الأربعة يجهز لي الأربعة انتيريور تيث وجزء من الكناين زين أما الكناين يعني جزء من الكناين يعني يأخذ الكناين هسه من النيزوبالاتين نيرف وياخذ ايضا منين ياخذ from the greater palatine nerve اللي هو انصيح له الانتيريور يعني خليكم بين قوسين اسم الانتيريور ليش انتيريور greater anterior palatine nerve لانه هو راح يطلع واكو عندي صوره بيج رقم 4 اوضح الانرفيشنز للباليتال تيشو زين أوضح بها الانرفيشنز وصورة للجريتر اللي هو الانتيريور بالاتاين نيرف وأكل الليسر بالاتاين نيرف أيضا واضح الصورة كلش صفحة 4 فهذا يجهز لي الكناين أيضا الكناين إذا دا يأخذ من الجريتر بالاتاين نيرف ودا يأخذ انرفيشنز from النيزو بالاتاين نيرف okay. If only هاي طبعا دا احكي اني للباليتال تشو
if only a single anterior tooth is to be removed فأني دارد أسوي extraction single tooth anterior single tooth لازم أنطي بهالحالة infiltration buccally وأنطي أيضا palatally أنطي palatally لأن دا أسوان extraction وين تطي؟ تطي للأتاجت palatal gingiva adjacent للتوث اللي أريد أسوي له removing للأتاجت مو للجنجايفال مارجن للأتاجت palatal للبلت للأتاجت palatal gingiva مو مثل أي مدى أشد رابر دام وأنطي للفري جنجايفال مارجن فاهميني؟ If it is observed that the patient, إذا أنا لاحظت patients انطيته supraperiosteal technique ماتي وانطيته infiltrations anteriorly, buccally أو يعني labially عفوا للأنتين عند أحكي أنا على الانتيرير teeth يعني سوري إذا غلطت بهاي الفقرة فبهالحالة يعني انطوا اذا انتم انطيتوا ليبيالي وبقى عندي عنده pain انطوا بهالحاله nasopalatine injection is advisable for operative procedures هذا الحكي اذا انطيتوا ليبيالي وما اخذ اذا يشوفوا بعده متالم فبهالحاله انطوا انطوا palatally ايضا بس بحاله اذا بقى متالم بس عاده احنا ما نعطي palatal injections فقط for extraction نجي هسه للأنستيزيا of maxillary primary molars يعني منو يعني الأبر دي و إي and premolars ليش البريمولارز لأنه منو السكسسر permanent successors للدي والإي هما البريمولارز الأبر 4 and 5 okay لذلك جمعناهم سوية زين يقول traditionally dentists have been told that يعني احنا كنا نعرف بانه الميدل سوبيريور الفولار نيرف يجهزني منه الماكسيلاري برايمري مولرز هسه انتبهوا لي على الصوره اوكي والاند البري مولرز اولسو اند اولسو الميوزو بوكال روت اوف فيرست بيرمنت مولرز شوفوا هذه الصوره الاولى اللي هي السكال شوفوا الانتيرير سوبيريور الفولار نيرف اند الميدل سوبيريور الفولار نيرف اند بوستيريور سوبيريور الفولار نيرف دول ثلاثتهم برانس الماكسيلاري نيرف اوكي برانس اوف ماكسيلاري نيرف الانتيرير سوبيريور ان من ديجهز ديجهز الابر انتيرير تيث اوكي الاي والبي اند اولسو السي او السنترال واللاترال اند الكناي بيرمننت يعني اولسو زين نجي للميدل سوبيريور الفولار نيرف المن دي جهز الميدل سوبيريور دي جهز لي بهذه الصوره عندي بيرمننت اللي هما الفور والفايف اند اولسو بالنسبه للبرايمري راح يجهز لي برايمري مولرز اللي هما الدي والاي اند اولسو شوفوا البرانش مالته الثالث وين رايح رايح للميجو باكر رودز اوف فيرست بيرمننت مولر بينما الديستال رود اوف الديستوبوكال ديستوبوكال رودز اوف first permanent molar اضافه لل ال 7 وال 8 منو دا يجهزهم يجهزهم ال posterior superior alveolar nerve اوكي بالنسبه للبون اللي يغطي لي الابر دي الفيرست برايمري مولر يكون ثن فمن اجي انطي فوقه انفلتريشن وحده انجكشن وحده هذا راح يكون جدا كافي حصل عند على ديكوت انستيزيا بكر اوكي بينما الابر اي من انطي سنجل انستيزيا فوقه ما راح تكون ادكويت راح يكون كافي ليش لانه عندي بهاي المنطقه فوق روتس مال الابر اي موجود عندي ثيك زيجوماتيك بروسيس هياتها موجوده بالسكال واضحه صايره هاي ثيك زيجوماتيك بروسيس صايره فوق ال يعني تكون فوق الابر اي اند اولسو الفيرست بيرمننت مولرز فاذا
thick zygomatic process overlies buccal root of second primary and first permanent molar in the primary and early mixed dentitions سواء كان عندي بس dentitions بس deciduous هي صايرة فوق thick zygomatic process فوق ال buccal roots of primary second molar okay. وبالنسبة لل early mixed dentitions فهي صايرة همينة فوق ال buccal roots of primary المولر الإي تحديدا وهمينا فوق السكس هذه الثيك زيكوماتيك بروسيس لذلك السنجل انجكشن بالنسبة بقل بالنسبة للأبر إي ما تكون كافية تكون less effective ما تكون كافية فلذلك من انه نشتغل اطي يعني تقول اني هو ما اخذ انستيزيا وطيت انفلتريشن وما تقبل غلط ومضبوط ولازم بسرعه ياخذ ليش دا يتالم لا تصدقوا بي من دا يتالم اذا انت احنا منطي سنجل انجكشنز للابر اي فممكن فعلا يعني دا يتالم لانه عندي ثيك زيكوماتيك بروسيس بالاريا فوق الروتات فوق الروتس مال ابر اي فهنا راح تكون not adequate anesthesia بهالحالة شو نسوي حتى compensate this problem بهالحالة راح أنطي فوق ال maxillary tuberosity كلكم تعرفوا ال tuberosity صايرة posterior للي ال upper molars okay فنطي injection superior لل maxillary tuberosity area حتى شو أسوي حتى أسوي block لل posterior superior alveolar nerve okay ومثل ما قلنا انه ال upper 6 ياخذ anesthesia ياخذ عفوا innervations from two nerves اللي هو ياخذ من ال middle superior الفلور نيرف وياخذ من البوستيرير سوبيريور البوستيرير سوبيريور يجهز لي ال يعني الدستو باكال روتس من عنده راح يكون اوكي هذا ينطيني بس الميدل بارت الميدل البوكو ميدل ان البوكو ميدل روتس ياخذ منين ياخذ من الميدل بارت بينما الدستل ياخذ البقيه منين ياخذون من ال posterior this supplemental injection هذه supplemental injections اللي قلنا عليها تكون behind or superiorly tuberosity maxillary tuberosity حتى to compensate this problem مال البون thickness اللي صاير فوق roots اللي ذكرناهم وإضافة لذلك أيضا عندي بهاي المنطقة حتى أتجنبها هو posterior middle superior acoplaxis الفلور نيرف بلاكسس واضحة موجودة عندكم بالصورة أيضا حتى أتجنبها فننطي أيضا behind the tuberosity لأنه إذا ممكن يعني تتأذى البلاكسس بهالمنطقة هذه حتى ممكن نسوي compromisations للأنستيزيا اللي أحصل عليها by injections at the apices only بالنسبة لأنه أمدى أنطي behind the tuberosity يعني تكون superior للtuberosity عندي ما أدخل too deeply ليش؟ لأنه من أنطي الانجكشن deeply بهاي المنطقة ممكن أحصل يعني صار عندي هيماتوما ليش؟ لأنه هذه المنطقة بها trigoid venous plexus أو ممكن أضرب posterior superior alveolar arch يعني مو عندي posterior superior alveolar nerve ايضا عندي posterior superior alveolar artery ممكن يصير بها injury فلا تدخلوها النيدل مالتكم ديبلي بالنسبة للانستيزيا of maxillary first or second premolars فبالحالة single injections above each one عندهم كل واحد يكون كافية anatomy of pearl كل ما يكبر الانسان anatomy of face ما يتغير ال thickness البونز
أيضا ممكن تتغير. فبالنسبة للفيرست والسكند بريمولر سينجل انجكشنز تكون كلش كافية، مو مثل الإي. الإي عندي بهالمنطقة فوق زيغوماتيك بروسيس، فهذه سينجل انجكشنز ما راح تكون كافية، لذلك اكو سبليمنتال انجكشن انطيها افضل، اسوي بلوك للبوستيرير سوبيرير الفيولار نيرف. اذا الربر دام اريد اشكل ربر دام بهذه المنطقة، فنطي يعني أيضا بليت للبليت، نسوي نطي انستيزيا البليتال تشو بالفري مارجنال جنجيفا تكون كافية، ما يحتاج أنطي انجكشنز المن للجريتر باليتاين نيرف، لأنه البليتال انجكشن تكون يعني للأتاجد تشو هاي تكون كلش بانفول. The greater palatine injections شو وقت أنطي greater palatine injection؟ من أريد أسوي extractions، extractions للmaxillary primary molars أو للpremolars. أوكي. بالنسبة للanesthesia of maxillary permanent molars، أوكي. حتى أريد نسوي anesthesia للmaxillary first or second permanent molars. يعني ال 6 وال 7 اول شيء مثلا البيشنت عفوا الدنتست اللي يكون رايت هاند اوكي، فبهالحاله راح يكون باي هيز ليفت هاند يسوي ريفليكشن للليب مال بيشنت، ودائما شو نقول له احنا تجربوا من يفتح وايد لي، كل ما يفتح وايد لي البيشنت ما يرد انطي انستيزيا للابر 6 او 7 ما راح ابراحتي انطي انستيزيا، لذلك اطلب من عنده انه ما يفتح يعني not open his mouth widely بهالمنطقه، حتى اقدر اسوي ستريش المن ستريش لاترالي اوكي، واسوي ريفلكت للليب للبيشنت وانطي انستيزيا باي ماي رايت هاند. وهنا انا خليت لكم صورة توضح الموضوع أكثر. زين. بالنسبة للنيزو باليتاين نيرف بلوك، لو أريد أنطي أنستيزيا اللي هي تكون هاي أستعملها بحالة من أحتاج أني يعني أسوي إكستراكشن أوكي للأنتيرير تيث، فالبلوكينج للنيزو باليتاين نيرف فالمن راح يعطيني أنستيزيا للباليتال تشو of 6 anterior teeth. شلون انطي انستيزيا لهذا النيرف؟ طبعا اقدر انطي into the canal داخل الكنال، لكن هذه الحقيقة لأني أحد وبنفس الوقت اللي تعطيني بالحالة انستيزيا 6 anterior teeth، لكن بالحقيقة هذه الانستيزيا شوية تكون painful. هذه التكنيك الانستيزيا عادة تكون painful، ما استعملها من يعني وما احتاجها من اريد اسوي operative procedures. بالoperative procedures اطي بس infiltration labially ما احتاجها، بس اش وقت اذا انا اشتغل operative وانطيها اذا ما اخذ anesthesia، الانستيزيا تكون not adequate، شوف البيشنت بعد دا يتألم فانطي palatally. تكون يعني يعني تبعون على الصورة اللي حطتها أني، فالإنسايزف الإنسايزف فوسة أو الكنال شوف البوزيشنز مالتها وين صاير، صاير باليتالي للإنسايزرز أوكي الأبر إنسايزرز باليتالي إلها، وتكون على اتجاه الإنسايزف بابيلي أوكي على طولها يعني على امتدادها ماشي. وين انستيزيا اوف ذا كناين اريا، اذا اردت انطي انستيزيا المن للكناين it may be necessary to inject a small amount of anesthesia with gingival tissue يكون adjacent للingual aspects of canine. اوكي بهالحاله اني اذا اريد انطي للكناين او احتاج انه نسوي انستيزيا للكناين مثلا for extractions of the canine على سبيل المثال، او عندي في surgical procedures palatal للكناين، المهم
بهالحالة يفضل أن أنه أني أنطي بليتلي للتوث هذا نفسه، أوكي، يعني مو أنطي مثل نفس الإنجكشنز اللي أنطيها للفور انتيرير تيث. يفضل أنه يعني أنا قلت هاي الكناين تأخذ لي فروم تو نيرف، من النيزو بليتاين ومن أهم الكريتر بليتاين نيرف، فيفضل بهالحالة أني أنطي بليتلي للتوث نفسه للكناين حتى اثنيناتهم ياخذون يعني باي انفلتريشن تكنيك ياخذون انستيزيا. الجريتر اور الانتيرير بالاتاين انجكشنز، الجريتر بالاتاين نيرف تلاحظوا بهذه الصوره، شوفوا المن يجهز لي، طبعا يكون موجود يجهز البليتال تيشو، بليتال بارت اوف ذا تيث اللي هي من الكناين والأبر كناينز and smallers permanent أيضا يعني molars. فالبليتال بارت مثل ما قلنا ويمتد من التوبروسيتي للكناين regions، أوكي، and from the median line، شوفوا من التوبروسيتي للكناين من مكان أنه هو ظهر بي نيتيبروسيتي للكناين اريا. واذا اريد امشي يعني خلينا نحشيها بالعاميه بالعروض، فيمتد من الميديان لاين، هذا يعني اريد اذا اريد اسوي ميديان لاين اقسم البلت نصين، اوكي، فيكون من الميديان لاين للجنجيفال كريست اوف ذا انجكتد سايد، فهو يجهز لي هاي المنطقه كلها. شوفوا بالصوره واضح جدا، يمتد بليتلي على طول المولرز اريا يوصل، وايضا البريمولرز ويوصل للكناين. واما مثل ما قلنا اذا امشي بالعروض فهو من الجنجيفال كريست اوف ذا تيث ويوصل للميد بارت اوف ذا باليت. ايش وقت احتاج انطي انستيزيا لهذا النيرف؟ مثل ما ذكرنا بالسيرجيكال بروسيجرز، ومن ضمنها الاكستراكشنز of molars of premolars of canine. زين، innervations of soft tissue of posterior two-thirds of palate derived from greater and lesser palatine nerve. إذا من يجهز the soft tissue ال two-thirds two posterior thirds of palates، من يجهزهم؟ يجهزهم the greater and lesser palatine nerve. أما ال anterior part anterior one-third part of palate من يجهز نيزو بالاتاين نيرف. اوكي، هنا انا يقول انه اني ممكن اسوي فد helpful to bisect an imaginary line، اقدر ارسم imaginary line from the gingival border of most. اوكي، before the injection is made it is helpful to bisect an imaginary line drawn from the gingival borders of the most posterior molar that has erupted to the midline. يعني هاي شو وقت يعني استعملها؟ استعملها يعني مثلا من أريد أسوي بلوك للنرف للكريتر palatine nerve. اوكي، فأرسم يعني أرسم في الإيماجينري لاين من الجنجيفال border من most posterior molar that has erupted last molar erupted. Okay, or the most posterior molar erupted to the midline. وأنطي anesthesia وين؟ Distally للاست tooth erupted. هاي في حالة مثل ما دا أقول، في حالة إذا أريد أسوي بلوك للجريتر palatine nerve. بالنسبة للأطفال اللي بس عندهم primary dentitions نفس الشيء، يكون أيضا posterior من هو last tooth erupted هو upper E، فراح يكون distally إلى تقريبا بعشرة ملي. It is not necessary to enter، مو من الضروري يعني أدخل للجريتر palatine فورامين. وبالنسبة أنه جد أنطي فهي few drops تكون كافية حتى يعني تسوي لي أنستيزيا لهذا النيرف. بالنسبة للperiodontal ligament injection اللي هي intraligamentary injections، من أريد أسوي أو أنطي أنستيزيا للperiodontal ligaments فالنيدل بليز ان ذا جنجيفال سالكس،
اللي ويكون يفضل تكون بالميشيل سايز. هاي إذا أريد أنطي داخل البريود انطلي جامنز. أوكي، من وجنجيفال سالكس اللي هو السالكس اللي يكون ما بين الفريجنجيفا وما بين التوث ستراكتشر يم التوث داخل البي تي ليجامنتس انطي انجكشنز، ولازم تكون انجكشن ادفانس ديبر داون. انتر ريزيستنت از اوبتينز، يعني حس بريزيستنس، تحس انه النيدل تيصير بها ريزيستنس بالمنطقه تكون ديب. من اريد انطي البي تي ليجامنت لازم انجكشن ما تكون ديب. وش قد يعني احتاج سوليوشنز، محتاج هو 0.2 مل اوف سوليوشنز تكون ديبوزيتس تكون انف. فبما انه اني احتاج تكون ديب وريزيستنس بالمنطقه، فلذلك وبريجرز يعني، فلذلك يفضل انه تكون في سرنج تكون سبيسيفيكس ديزاينز فور ذيس تكنيك. فعندي تو تايبس، وان اوف ذيم تكون بشكل جن، خليت لكم صورهم، وايضا اكو بن تايب، اما مثل القلم او مثل المسدس تكون لايك جن. بالنسبه للانترا بالبال انجكشن، هذه استخدمها بحالات من اني فاتحه مسوي اكسس اوبننج بالبالبال تريتمنت والبيشنت عنده بعد بين، اقدر اعطيها انترا بالبال انجكشنز حتى تسوي لي انستيزيا، تكون اديكوت انستيزيا للبلب، والأونسيت مالتها تكون كلش سريعة، يعني بسرعة ياخذ انستيزيا، ممكن تكون بينفول لان دا اسوي بوش له، فلذلك متنطون انتو سلولي زين، لكن اميديت أونسيت احصل من عندها. وذكرنا انه هو ان اديشنال بلب انستيزيا از دورينج بلبكتومي اور روت كانال تريتمنت. نجي هسه للكومبليكيشنز فولوينج لوكال انستيزيا ادمنستريشنز. كومبليكيشن طبعا هي كل شوية، لكن انا اخذت جزء من الكومبليكيشنز، اخذت لكم جزء اللي هي اهم الاشياء اللي ممكن تتعرضوا لها وان شاء الله ما تتعرضوا لها، بس قسمتها الى due to solution زين، وقسمناها due to needle and self-inflicted injury. فأول complications نتيجة solutions، يعني أكثر شيء ممكن نشوفها هي الالرجي، الانفلاكتيك رياكشنز، توكسيسيتي، ممكن يصير يعني irritations يعني infections، ممكن واحدة من هذه complications ممكن تحدث أو تتعرضوا لها. بالنسبة للانستيك توكسيسيتي، خلنا نأخذ التوكسيسيتي زين، systemic toxic reactions from anesthesia تكون قليل أشوفها ك systemic reactions، يعني toxicity systemically هذه قليل يعني ممكن نتعرض لها. بالنسبة أكثر شيء وين ممكن أشوفها، ممكن أشوفها بالأطفال. ليش؟ لأنه الطفل وزنه يكون قليل، وزنه يكون قليل، فالyoung children عادة خصوصا هذه صار التوكسيسيتي بالنسبة للأطفال اللي يكونون أنكو أوبراتيف وينطوهم مثلا سيديشنز ميديكيشن، ونجي احنا نطي أيضا أنستيزيا، فهاي ممكن نلاحظ يعني توكسيسيتي سيستم توكسيك رياكشن ممكن يصير عندهم. فالماكسيموم دوز من الليدوكاين أو لينوكاين هو 4.4 ميلي جرام بير كي جي، كل كيلوغرام ممكن أنطي 4.4 ميلي جرام. هذا خصوصا الحكي عليه من ده أكثر شيء قلنا على الأطفال، أوكي، يعني هم أكثر شيء يكونون عرضة للأنستيك توكسيسيتي. بالنسبة للنيدل، أكثر حالات ممكن يصير عندي مشاكل بالنيدل هي الفراكتشر، طبعا إضافة ممكن إنفكشن حتى من ذكرناها بالسوليوشنز زين، إديما، هيماتوما، هاي بالنسبة للنيدل. بالنسبة للسلف انفليكتد انجري اللي هو افتر انستيزيا ممكن تحدث دائما، هذه هواية تصير، فلذلك اي بيشنت يطلع من عندكم وانتم مطيع انستيزيا يعني، فبليز نبهوهم للبارنتس عينكم على الاولاد، لانه الطفل احنا نقولها بالعامية رح ياكل شفته. اوكي، ماخذ انستيزيا، والانستيزيا احنا ذكرناها كأبعد احتمال ممكن يبقى النبنس الخدر
ممكن يستمر لثلاث ساعات. فإذا ممكن من ساعة أو أكثر من ساعة، بس إحنا ذكرنا يعني ذكرنا ممكن يستمر بعض أنواع الأنستيزيا، وخصوصا يعني باللور ممكن يستمر لمدة ثلاث ساعات. فبليز عينكم على أولادكم، حاولوا لا تطوهم أكل وما طول هو الأنستيزيا موجودة بعدها وشغالة. خلي ينتبهون لهذه الفقرة. شنو ممكن أسوي له تريتمنت وصار يعني عنده ulcerations ورا ما سوى لبايتينج للب ماتة أو للتنك، احتمال للتشيك. هواية تجي هاي الكيسات، كلش هواية، و يعني الأهل يخافون من منظر الألسر اللي صاير. فيعني don't worry about that. قولهم أنه يعني child should be seen since، خلي يعني يجيكم child أيضا نسوي له follow up. قولهم أنه غسلوا له warm saline mouth rinse، خليه يتمضمض يعني حتى نبقي الأريا تكون كلين. وأحيانا ما يعني حرق، يعني حرق الألسر يحرق البيشنت، يسوي له فد burning sensations. لذلك ممكن شوية تكون مفيدة لو انطيت مثلا زيلوكين بالأريا. أوكي، فأهم شغلة أنه أنتوا قبل ما يطلع من عندكم البيشنت وهو ماخذ أنستيزيا، just انه قولوا لهم للبارنتس ان ينتبهون على اولادهم حتى لا يعضون شفتهم او التونغ او التشيك. اوكي، خلصت محاضرتنا اليوم. اي سؤال ممكن تتركوه بتعليق. ثانك يو.